التونسي اللي يجي من هنا من هذا من هذا من هذا اليوم الحق نحن نعرف أن الذي يحكم به أنه للمرة الثالثة على التوالي أنا أجد هذه الشراكة شراكة لمقام سينرجي بدأت من 2010 جددناها مرة ثانية في 2011 وهذه المرة الثالثة نجدت شراكة إن شاء الله شراكة معناها طويلة المدى. اتصال تونس كما قرأتها هي مؤسسة وطنية لا أكثر من وطنية هي مؤسسة موطنة ستنظف السيتويال والحضور متاعنا في هذا المجال التعاون والدعم نقول طبيعي وجديد علاش؟ على خاطر كما تعرفوا احنا حاضرين في كل المجالات اللي تنجم تعاون المجتمع التونسي حاضرين في المجالات الرياضية الثقافية البيئية في كل ما هو ينجم يدعم ويطور المجالات مثل المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها احنا حاضرين ونعتبر أن الرقابة الوطنية للصحفيين هي الموتور الدفع كبير والخدمة اللي تعرف تخدموا فيها يخدموا فيها خاصة بعد ثورة 14 في المجيدة يعني خدمة كبيرة يلزمها دعم يلزمها تحفيز والحمد لله احنا من 2010 بزعنا عنوان تسيكي دينا هذا الدعم هذايا وهم يفكرون به وهذا شرفنا وشرف لنا انه كما قلت السنه المره الثالثه على التوالي والسنه الرابعه على التوالي ان يكون اتفاق الشراكه هذا يجدد الثقه نتاع النقابه الوطنيه للصحفيين في اتصال تونس هي ثقة كما عبر عليها السينرجي هي ثقة كبيرة نحن إن شاء الله نكونوا على مستوى الثقة باش نعطيو لكل الخيال الصحفيين والإعلاميين لي زوتي المواد اللي تساعدهم باش يكونوا أول حاجة معناها يخدموا خدمتهم في الملائمة ويكونوا هما خدمتهم أكثر في على الميدان يكونوا قراب حتى العائلات نتاعهم معناتها علاش هذه وسعنا العرض لكافة عائلات والصحفيين والإعلاميين باش يخدموا في ظروف أكثر ملائمة وأقل صعوبة. كما قال سي ناجي زاد العرض هذايا معناها عرض أوسع من العروض القديمة من الفيرسيون القديمة نتاع الشراكة فيها خطوط الجوالة فيها خطوط القارة فيها إنترنت سوفيكس ولا موبيل في كذلك مزايا الهندسات الهواتف الجوال نفسها هذه زاد حاجه جديده وفي مزايا يعني مزايا كاليفيكاسيون انها اسي افونتاجوز pour cette la famille pour les journalistes et leur famille ان شاء الله أنا نحن نوع دولي اتصال تونس سيكون على حسن ظن باش أدي كل هذه الخدمات الموجودة في هذه الاتفاقية على أحسن وجه وبالجودة بجودة هائلة وأنكم من فوق مرة أخرى تشكرات للنقابة الوطنية للصحفيين لهذه الثقة وإن شاء الله نجم نقول لكم ديما تعملوا اتصالات تونس وأنا ربي يوفقكم في مهامكم مهمة بالنسبة لتونس كاملة بارك الله فيكم.